مش عايز اموت مش عايز اموت. انا لسه فاضل لي 50 ليفل في كاندي كراش. كاندي زفت ايه على دماغك؟ اتهدي يلا وفهمنا ايه اللي حصل. موت الزكام، الموت الزكام يا عمو، وضرب نار ضرب نار. هو ماله يا عبدين؟ هي هاس نرفز شك. الواد بيضيع مننا يا عبدين، ما تقلقوش تلاقيه نزل في حتة فيها حرب. هو ده عيب الجهاز، عمرنا ما هنعرف هيروح بينا فين. احنا نحمد ربنا انه عرف يرجع حدائق القبة. ها لسه عايزين تجربوه؟ واكتر من الاول كمان، ده كلب البحر ده موكوس ومنطوي ما بيستحملش الخضة. انا باذنك يا رب قدها وقدود. وانا كمان. اوه ده انت غريب يا جدي، يا جدي ده انت راجل مريض، رايح جايب كيسة سودا حاطط فيها كل الدواء بتاعك، ايشي سبحة وايشي جلطة وايشي بروستاتا، ربنا يشفيك. ايه القرحة دي بقى ان شاء الله؟ انا عندي قرحة؟ انت هتتبلى عليا. يوه انا من رأيي ان اتنين احسن من واحد في رحلة مش معروف اخرها ايه. اهو هو ده كلام الناس العاقلين. دلوقتي بقى عقلين يا جدي، مش طول عمرك بتقول عليه بهيم ودماغه ما فيهاش غير شعر. إيه؟ اخرس ده عبدين، ده زويل الحدايق والله. عارفين لما تحسوا بالخطر هتعملوا ايه؟ هيعملوا بيبي، هندوس على الزرار ده. مش ده مش ده يا بهايم، مش ده مش ده يا بهايم.